لا يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام، ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً، أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً، ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن آكل خفاشاً. خفاش يا عم، كلام بيقولوا ده؟ إيه؟ عايزيني على الغداء قال؟ يا عم أنت هتتلكك. بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. آه يا بابا. آه. ايه ده؟ هو احنا عندنا جست صيني في الاوتيل ولا ايه؟ اه من يومين يا عم. انت ايه نايم ولا ايه؟ اه انا ايزر ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب، افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك. اهلا. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ اه مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. أهلا. والآن أترككم كي آكل. يا عم أنا بني آدم والله، مش خفاش. أنت مجنون. الآن. طب ياكلني. يا آم. بقول لك إيه؟ الراجل ده تمشيني، أنا مش عايز أقعد في الأوتيل. أنا شيء يا عم، ده مفيش غير اتنين في الأوتيل وهو واحد منهم. يا نهار أسود. إيه ده؟ في ريزرفيشن باسم مديحه. حضرتك كلمتيني الصبح بالظبط كده. كل حاجه جاهزه يا فندم، منورانا يا ست الكل. ميرسي، ربنا يخليك. تمام يا فندم، وانا باين عند حضرتك بعت ايميل بالاي دي بالظبط كده. كله تمام يا فندم، زي الفل. ميرسي قوي. قمه سعيده ان شاء الله. ميرسي قوي قوي. تمام يا فندم، احنا كده ان شاء الله عندنا فطار من 6 ل 7. نعم. عذرا يا فندم، من 6 ل 10. اه ليه؟ هو حضرتك مش عايزنا نفطر فبتقول لنا معاد غلط مثلا؟ مش عارف. لا والله خالص يا فندم، دي زلت لسان. ومع ذلك يا فندم، انت والهانم الفطار من 6 المفتوح. ثانك يو. ثانك يو ايه يا مامي؟ يعني ايه ثانك يو؟ هو ايه من 6 المفتوح؟ هو البوفيه في مشاكل؟ يعني الاكل بايظ مثلا، مسمم عايزين تموتونا، عايزين تسمونا؟ ايه الميعاد الغريب ده؟ لا مسمم ايه يا فندم خالص، ده انا باكل منه. انت بتاكل من الاكل بتاع الكلاينتس؟ نو نوت ذا كلاينتس، كلاينتس ايت باي ذيمسيلفز اند اي ايت الون. اوكي؟ ومع ذلك يا فندم ما تضايقيش ولا تتوتري ولا في اي حاجه يا فندم، اتفضلي حضرتك الغرفه معانا اهي 1013. اوكي ميرسي قوي. يلا بينا. يلا بينا ايه يا مامي؟ ميرسي على ايه؟ ليه 1013 يعني؟ انا ما بحبش اصلا رقم 13، فيعني يا ريت لو تغيرنا الاوضه دي يا فندم. دي غرفه حلوه جدا، نظيفه، جاهزه، بتبص على البحر، وفي اخر الكوريدور عشان خاطر يبقى فيه خصوصيه. اخر الكوريدور ليه؟ ها؟ ليه حضرتنا في اوضه في اخر الكوريدور؟ يعني اوضه متطرفه، يعني انتوا عندكم حراميه في الاوتيل؟ هيجوا يسرقوا حاجاتنا ويموتونا؟ يا فندم يقتلك ويسرقك ايه؟ احنا اوتيل محترم يا فندم، ومع ذلك ما تضايقيش نفسك، انا ممكن احط حضراتكم في غرفه في اول الكوريدور. طبعا، عشان بقى يبقى اللي طالع واللي نازل بقى جنب السلم بقى يبقى دوشه، ويقعدوا العيال يخبطوا ويصحونا بدري من النوم، صح؟ يا فندم تصحي بدري قوي. ايه وعيال صغيرات ايه يا فندم؟ مفيش. اقول حاجه لحضرتك، ادي حضرتك غرفه في نص الكوريدور. هو ليه اصلا الكوريدور ده؟ ليه الدور ده؟ هي الاوضه دي فيها مشاكل؟ سباكه ولا نجاره؟ حداده. بجد؟ لا يا فندم بقرر مع حضرتك. يبقى التكييف بايظ. والله ما بايظ. يبقى التلفزيون عطلان. مجربه بنفسي. يبقى التلاجه بس ما بتسقعش الميه. شارب منها الصبح. ايه؟ انت بتخش الاوض بتاعت الكلاينتس تجرب الاوضه قدام فيها مثلا؟ لا والله العظيم يا بنات على سرير يا فندم، انا لازم بس اطمن ان الغرفه كلها كويسه وشغاله يا فندم حضرتك والله. ومع ذلك ما تضايقيش نفسك حضرتك، يعني انا مش عايزك بس. انت جايه ليه؟ عشان تهدي اعصابك. ليه شايف نادين برنامج قدامك يعني مثلا؟ انا بعتذر، انا بعتذر، ما اقصدش كده خالص، انا غلطان، انا 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 قليل الادب يا فندم، معلش يا فندم. انا هدي لحضرتك غرفه ثانيه انت حضرتك تنبسطي فيها انت والهانم، بس ادوني بس 15 مينتس عشان خاطر انضفها. حلو كده؟ لا لا 15 مينتس ايه؟ احنا هناخدها خلاص، احنا لازم نستريح، جايين من السفر تعبانين. يلا يلا حبيبتي عشان خاطر. مفيش اي مشكله يا فندم، اقامه سعيده، واهم حاجه ننبسط، والزبون دايما على ايه؟ على حق. انت قصدك ان انا غلطانه يعني؟ يا فندم لا، انا بعتذر. انت بتثبتني بقى. انا هسكت خالص. انت شايف انك اكبر من انك ترد عليا. لا يا فندم انا اصغر. يعني تاخدني على قد عقلي. يا فندم ابعت لي بقى المانجر يرد عليا، انا عايز حد اكبر منك يرد عليا. ما 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 ترماليش. انت ليه بتعمل كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الطريقه دي؟ كفايه كفايه، فتحاني في كل مكان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا يا هوانم، اتفضلوا. يا سلام يا سلام، يا رب يكون معاكم فكه. ما شاء الله التبس باين على وشوشكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. احنا في عيد والله يا فندم، في عيد. انت بتزعق لي؟ اي خدمه ثانيه؟ افتح التكييف كده شوف شغال ولا لا. شغال يا فندم. افتح التكييف وشوف شغال ولا لا. حاضر يا فندم. شغال يا فندم، شغال. شغال كويس.
مش لازم اللي انت بتحمله ده. قلب بقى كده شوف القنوات تانية شغاله ولا هو معلق على القناه دي وهنبقى ستوك طول الليل. بيجيب قنوات كتير يا فندم، كل القنوات. طب قلب برافو. افتح بقى التلاجة وشوف بتسقع كويس ولا لا. مش تخصصي يا فندم، انا تخصصي تكييفات وتلفزيونات بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ The client is always right. You do whatever I want you to do. You understand? اتفضل افتح التلاجة. عشان خاطر الكلمتين دول انا هفتحها. ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا. بس انت ما تحطش ايديك. حاضر انا اللي احط، انا اللي هشرب من الحاجات دي، انت كده هتلوثها بصوابعك. حاضر يا فندم، انا اسف. ايوه ساعه خلاص اقفل. انا اسف. برافو. انا اسف. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مين ام تشيكينج؟ بصي في تراب كتير. حط صباعك كده، حط ايدك كده من تحت كده. انده بقى الهاوس كيبنج يجوا ينضفوا عادي. نظيفه يا فندم؟ لا مش نظيفه، روح بقى هات روم سيرفيس عشان يجوا ينضفوا كويس. حاضر. مامي اتاكدي بنفسك اذا كان الباب بيقفل كويس، القفل بتاعه بشغال، علشان احنا لما نيجي ننام مش عايزه حد يخش علينا واحنا نايمين. لا بيتربس كويس قوي. اتاكدي بنفسك؟ اه بيفتح ويقفل. طيب خلاص اوكي. جرايه يا انسة، انت جاي تتفسحي يومين ولا تحققي جريمه قتل؟ انت اصلا ايه اللي موقفك هنا لغايه دلوقتي؟ لا انا واقف يعني يمكن تدوني حاجه او هم محتاجين مني حاجه او اخد منكم اي حاجه. معلش احنا اسفين، ما تزعلش منين، حقك علينا. حق علينا ايه؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت واقف تتصنت علينا؟ مين بقى بعتك تتصنت علينا؟ وليه بتتصنت علينا اصلا؟ عشان توصل معلومات لمين؟ اتصنت على مين بس يا فندم؟ مش اخلاقي، وبعدين انا واقف جنبكم. خلاص احنا اسفين، معلش ما تزعلش مننا. شايفه طنط؟ طنط؟ مش اطلع بره، يلا. استغفر الله العظيم. الواد الغريب ده، حرام عليك. مسك يا حبيبتي، مش الدكتور قال لنا نيجي هنا عشان نروق اعصابك وتهدي شويه؟ ما ينفعش اللي بتعمليه وتبتدي الاجازه بالمنظر ده. مامي في ايه؟ مش لاقيه الموبايل. اسكت اسكت. ما انا ساكت اهو. اسكت، انا حلمت لك حلم امبارح، يا رب يا رب يبقى من نصيبك. يلا روح. خير، اللهم اجعله خير. عليه حرمتك لابس ابيض فابيض وراكب حصان ابيض فابيض متجوز عروس ابيض فابيض واخد مراسك 30 مليون في شنطه بيضه. انا خدت عمولتي، كنت لابس ابيض فابيض برضه. لا انت واضح انك كلت بيض امبارح، بس سبت السفر وكلت البياض كله. يا عم هو في عروسه ولا في حد غيرني انا وانت في الاوتيل؟ انت صاحب الاوتيل؟ نعم. انت صاحب الاوتيل؟ ايوه. البالمان بتاعك سرق الموبايل بتاعي؟ لا يمكن، مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل؟ ما كانش في حد غيره في الاوضه. يا هانم ما عندناش حد حرامي هنا. ما دام بتدافع عنه كده بقى يبقى انت شريكه في السرقه. لا 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 ده كتير كده. يا عم ده هدي اعصابك من نظير، الاوتيل هنا امان جدا وكل العمال محترمين. وتطلع مين حضرتك؟ رئيس العصابه؟ لا عصابه ايه؟ ما عندناش عصابه، ده احنا طيبين وهبل. حضرتك انا غلاب عبد الوهاب المحامي. شفت؟ ما دام جبت محامي يبقى عارف ان انت عندك حراميه في الاوتيل وعارف ان انا هبلغ عنك. لا بقى ده انت غريبه جدا. اهدى شويه، ما فيش غيرها في الاوتيل، انت لسه قايل. انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص بيتكلم من مصر وبيقول ان انت نسيتي الموبايل في البيت. يا سلام، يعني كل ده طلع على ما فيش اهو. انت متاكده ان وليد هو اللي اتصل بيكي بنفسه؟ انا مسيفه نمرته على الموبايل، يعني مش ممكن يكون حرامي سرق الموبايل بتاعه وكلمك وانت افتكرتيه وليد؟ يا سلام، انا هتوه عن صوت اخوكي. يا هوانم حصل خير، حصل خير. شرفتي وانستي يا نسمة. اهلا وسهلا. عرفت منين ان اسمي نسمة؟ ما هي مامتك لسه قايله لي. تعرفت منين اصلا انها مامتي؟ هيكون ليه يعني؟ عشان شعركم زي بعض. يلا بينا. بص هو في الحالات دي يعني مش عارف، يعني ممكن يكون كابوس مش حلم. عجبك الكتاب اللي جبته لك يا حبيبتي؟ قصدك الكتاب ده؟ الزواج مفتاح السعاده؟ ايه يا ماما؟ ده خيال علمي يا حبيبتي. ده اسمه حتى يشرح القلب. وانت جبتي الكتاب ده بفلوسك؟ ولا لطشتيه من واحده صاحبتك؟ عيب يا نسمه، لطشته ايه؟ ده حتى ب 50 جنيه، ما يستاهلش يعني يتلطش. طب ردي عليا بصراحة، أنت جبتي لي الكتاب ده عشان أتجوز؟ ماله يا حبيبتي، وفي أحلى من الجواز؟ وأي أم في الدنيا بتبقى عايز تفرح ببنتها؟ تفرح ببنتها ولا تخلص من بنتها؟ أخلص منك ليه؟ عشان لما وليد يتجوز يقعد معاكي في الشقة هو ومراته وياخدوا أوضتي. مراته إيه؟ أخوكي لا خاطب ولا مصاحب أصلاً. تهيألك وليد متجوز يا مامي، وأكيد مخبي علينا. أو أصلاً هو متجوز وقايل لك، وأنت بقى اللي مخبية عليا. أوه يا ربي بقى. مبروك يا سيدي، يظهر الحلم اللي شفته لك هيتحقق. قصدك الكابوس بتاع البيض؟ ايه يا فارس، ما انت عارف انا ما بحبش السفاره. بعدين يا اخي ممكن تكون مضطربه نفسيا يعني عشان لسه ما اتجوزتش.
لكن دي بعد الجواز رهوان وهتبطل تشك في اي حد. ايوه ايوه رهوان في الخناقات معايا. يا سيدي ما محبه الا بعد عداوه. لا يا عم انا مستحيل اكلمها في اي حاجه دي. يعني لو مش عايز تكلمها انت بقى سيبني بقى انا اكلم مامتها. اه ده انت بتتلكك بقى. الله عشان خاطرك يا فارس. يا حنين نو مادمازيل استنى. ايه في ايه؟ المانجا دي انت اللي عصرها بنفسك؟ عصرها بنفسي؟ لا بالعصاره. رد على قد السؤال. ايه الطريقه دي؟ يعني ايه عصرها بنفسي؟ ما هي جنة معصوره كده. وطبعا بقى فيها مانجا بايظ. لا والله العظيم انا باكل البايظ كله ما بنسيبش. الشيف اللي عصرها بايده قعد يفعص فيها كده. اه اكيد اكيد. واكيد ايده ما كانتش نظيفه لانه اكيد كان بيقطع بقى فراخ قبلها مثلا فبقى زي الزفاره بقى مانجا وفراخ. لا اله الا الله. يا فندم طالما حضرتك خايفه من المانجا يعني طلبتيها ليه؟ انا حرة اطلب اللي انا عايزاه ويجي لي بكل مواصفاته القياسيه. قياسيه الصحيحه. صحيحه. حضرتك طالبه مانجا من النرويج؟ يا فندم ما انت اكسكوزي ما ثانيه واحده. انت رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضلي. ليه الكوبايه مش مليانه على الاخر؟ عشان ما تتدلقش مني وانا ماشي. ما تتدلقش مني. شربت من المانجا وانت جاي؟ لا انا مش شربتش من المانجا. انت كذاب. انا مش كذاب. بقك كان مليان مانجا. ما حصلش. افتح بقك وريني لسانك. وريني لسانك بقول لك. مش هوريك لسانك. وريني لسانك. انت كذاب. انت شربت من المانجا دي وانت جاي. ما انا هشرب منها ليه يعني؟ انا مش فاهم. انا عدوي. انا 100 مره قلت الزبون على ايه؟ على ايه؟ على حق. شكرا. العفو يا فندم. كلم الهانم باسلوب احسن من كده. حاضر. الهانم زعلانه ليه؟ عماله تقول لي جسد الجريمه. عماله تقول لي يعني حضرتها بتعمل. انت شربت من المانجا. انا مش جبت بس يا ولد. بس يا ولد يا فندم. قال ويشرب المانجا يا فندم. عدي ولا عايز يشرب مانجا هيخش المطبخ يشرب الجيركن. ده صاحب مطبخ ده يا فندم. ده في ثلاجه جوه مكتوب عليها عدوي وبس. اه والله. انت بتدافع عنه ليه؟ اكيد شربت معاه من نفس الكوبايه. ليه يا فندم؟ هي كوبايه فرحنا ومع ذلك همشي مع حضرتك. تتخيل يا فندم بص حضرتك اوتيل ريزورت كل الصرف ده اوض فيها تلفزيونات اتش دي 42 بوصه تحفه سمارت. وبعد كل الصرف ده يا فندم مش هيبقى عندنا غير كوبايه واحده بتلف عليه هنا نخمس فيها. اكيد لا يا فندم. اكيد لا. مظبوط عندك حق. اه لا انتوا عايزين تعدوني. حضرتك حاطط يا فندم حاجه ريحه شجري صح؟ انا عندي حساسيه من الشجري صح؟ شجري ابعد بقى لو سمحت لورا شويه كده عشان الزبون دايما على حق. اصل انا عندي حساسيه من خلاص. انا مش عايزه المانجا. شيل المانجا. ماشي حاضر. شيل المانجا. الوزه. رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ وانا قلت الزبون عليه. على حق يا سيدي. يبقى تسمع كلام الهان. ماشي هان. هتشربي حاجه تانية ولا عايزه ايه؟ ايوه. هات لي كان مقفوله. اوكي؟ كان مقفول. الوزه. ثانيه واحده. مش ممكن. انا عايزه الكان مغسوله من فوق كويس وفي الطروف ها عشان بيبقى في حاجات مش نظيفه. وتجيب لي بقى الكوبايه نظيفه مش مبصمه. بص ماسك الكوبايه ازاي بيصوبه. اتس ديسكاستنج. يا قليل الادب يا ديسكاستنج. ايه ديسكاستنج دي؟ اختاروني غلط يا اسكت خالص. الزبون على ايه؟ على حق. بص يا فندم ما تضايقيش نفسك. انا هعمل لك تعقيمه على ابوه. شكرا. العفو يا فندم. عم ابراهيم الجنايني اللي بيرش الناموس ساعه المغربيه عنده فنطاس مازوت. هتجيب الكاس تحطه في الفنطاس تولع في الكاس وفي المازوت وفي كل حاجه موجوده وتجيبه للهانم. برافو. ده احنا هنشوف ايام بيضه. طبعا انا اشرب مطرح ده يا فندم. انا اشرب مطرح ده يا فندم. ده حضرتك بسلم عليه بستحمى. خلاص يمشي. انت لسه واقف. انصرف. امشي يلا. امشي يلا. يا فندم العفو. خلاص يا فندم. لا دي شغلي والله. شو قصدك؟ خلاص بعد اذنك. والله والله لا لا بعيد بقى لو سمحت. ايه ده الاوتيل الغريب ده؟ والله يا هانم انا بحسدك على صبرك في معامله الانسه الاسود. بنتي الوحيده بقى هي طيبه قوي لولا حته الوسوسه دي اللي عندها معكنين عليها ومعكنين علينا عيشتنا كلنا. يمكن باباها كده. ابدا الله يرحمه كان سايبها على الله. ايه ده زوجك متوفي؟ اقصد بقاء الله يعني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. هو متوفي بقاله 5 سنين. تخيل نسمة كانت فاكرة إن هو مسافر وإحنا مخبينه عنها. خبوه أكتر من كده إيه؟ ده كده استخبى خالص. افتكرته هربان من وسوستها. ما يمكن تكون شافت حاجة عقدتها وخليتها تشك في كل اللي حواليها. أبداً والله هي من يوم ما اتولدت كده. تخيل في المستشفى لما ولدتها قعدت تعيط وما رضتش أبداً تتحط في أوضة البيبيهات. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولا يوم صبح
فضلت تصرخ وتعيط، افتكرت ان الغربان مش نظيف. الله يكون في عونك بصراحه. اللي زي بنتك دي ملهاش غير حل واحد. الحقني بيه. الجواز. ومين بس هيرضى بيها؟ لا انا عندي عريس لقطه وياخدها بشنطه هدومها. ده عشان خاطر حضرتك مامتها. ولاجل الورد تنسي ايه اسمه. فارس ممكن تقول لي يعني انت ليه عايز تتجوزني؟ بصراحه ما فيش غيرك في الاوتيل. نعم. لا قصدي يعني اول ما شفتك قلت ايه القمر اللي داخل عليا ده؟ وعجبت بيكي جدا بصراحه. انا بموت كمان في البلوندايا. ميرسي والله، ثانك يو. بس يعني ايه اللي خليك تتجوز واحده انت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجه خالص؟ بصي اقول لك الحقيقه ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقه عشان انت لو كذبت انا هفسك. لا 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 لعلمك انا حويت قوي. انا ما فيش حد يقدر يعرف مني اي حاجه. قول بقى وخلاص. هقول لك الحقيقه. أنا جدي الله يرحمه هيحرمني من تلت الميراث لو ما اتجوزتش. أوكي، الميراث ده يطلع كام يعني؟ 30 مليون جنيه. وجدك يعمل فيك كده ليه؟ ده إيه الرخامة دي؟ هو فعلاً كان رخم بس كان طيب قوي بصراحة. هو أصله كان عايزنا نتجوز بالعافية يعني. وأنت ليه بقى ما تتجوزش من نفسك يعني؟ أصل بصراحة بقى الستات دول حاجة بصراحة يعني ما كنتش بحب الستات وحاجة مقرفة بصراحة. إيه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لغاية ما شفتك، أول ما شفتك بصراحة اقتنعت على طول. أنت عايز تقول ان انت ما كنتش لاقي ولا واحده تقتنع بيك. نعم يا اختي. ليه كده؟ يمكن يكون فيك عيب مثلا وانت مش عايز تقول. لا 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 لا, لا انا ما اسمحلكيش. بقول لك ايه، انا جامد قوي. مش مصدقاني اسالي عدوي. لا اسال عدوي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني ايه؟ ما هدي انيل. يعني ايه خلقي؟ يعني اخلاقي. يعني مثلا مغرور، غيور، بخيل، نسوانجي، كذاب، نيئة، موسوس. موسوس؟ أيوة. ده هو أنا؟ أيوة أنا اللي موسوس؟ فارس فلة 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 بتقصد أوفرك. بقيت أحبك، افتح لي قلبك. إحنا خلاص هنتجوز صح؟ صح مظبوط. الفلوس اللي جدك هيورثها لك دي بقى جايبها منين؟ السياحة، من شغله في السياحة. سياحة إيه اللي تجيب 30 مليون جنيه؟ وأنا هبلة؟ عادي يعني، ايه المشكلة؟ قول لي بصراحة، غسيل أموال؟ نعم. لا طبعا. طب خلاص خلاص بالراحة ما تتضايقش. مخدرات؟ بقول لك ايه؟ تجارة الرقيق الأبيض؟ بقول لك ايه؟ تجارة السلاح؟ أنا ما أسمحلكيش، أنا جدي كان شريف جدا. أنت قول بقى كده بقى عشان تستحل الفلوس اللي أنت هتورثها من جدك. لا 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 ده أنت تريح ضميرك يعني. والله العظيم أنت مش طبيعية، على فكرة بقى كان واقع فيها دبان. إيه القرف ده؟ على فكرة أنت كداب. نسمة دي لو آخر بنت في العالم مش هتجوزها. عيل مامتها زي العسل. هو انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها؟ هي هتبقى حماتك. مش هيحصل. ايه دي زي القمر والحمد لله جوزها ميت. هي كانت متجوزه؟ طبعا. ما خلفت نسمه ازاي يعني؟ يا عم انا بتكلم عن نسمه. وانا بتكلم عن مامتها. جرايه متر. انا شايفك كده انت اللي عايز تتجوز المره دي. والله يا ريت يا فارس. انا بس مش هتجوز غير لما اطمن عليك انت الاول. وانا مش هتجوز غصب عني. ما تقلقش. انا اتفقت مع الدكتور امجد انه يعالجها من الوسواس. برضه مش هتجوز. هتخسر ميراثك يا فارس. مش مهم اخسر ميراث، طز في الميراث. انا هطور الاوتيل واعتمد على نفسي. ازيك يا مستر فارس؟ يا رب تكون حضرتك بخير. اهلا ادهم. بس يعني انا عايزك تمسك نفسك. اصل الدنيا مش مستاهله. حضرتك هتاخد منها حاجه؟ لا. حضرتك هتاخد منها حاجه؟ ابدا. انا هاخد منها حاجه؟ مش حد هاخد منها حاجه. يعني اكدب عليك واقول لك فنروح هناك فاقول لك فطلع مني على ايه؟ الموضوع بسيط. هو مفيش هايبرد لغى الحجز بتاع ال 15 اوضه بتاع بكره بقينا على باب الله. فحضرتك يا تتجوز يا تتجوز، عشان مش كل اقول للمحاسب عايز اقبض يقول لي لما مستر فارس يتجوز وحضرتك ما بتتجوزش. فنتجوز بقى، نتجوز. اوكي؟ اهو اتفضل. ادهم قال لك السياحه مضروبه والاوتيل بيخسر. حصل. يعني ما قدرناش غير ان احنا نتجوز نسمه وتستحمل شويه الوسواس دول. اتفضل خاتم الجواز. ها ايه رايك؟ الله يجنن، يسلم ذوقك، حلو قوي قوي قوي. استني بس يا مامي، هو انت ليه ما خدتنيش معاك وانت بتشتري الخاتم؟ انا قلت بعملها لك مفاجاه. مفاجاه. هو يعني الماس حر؟ بتهزر معاك، بتضحك. ايوه الماس حر. امال ايه، الماس محبوس؟ يعني ده انت جبتولي مخصوص ولا كان بقى بتاع خطيبتك اللي قبل كده؟ جايبهولك مخصوص يا نسمة. متأكد؟ تحب اجيبلك الفاتورة؟ قالوا للحرامي يحلف. حرامي؟ ده انت زودتيها قوي. سامعة يا ماما؟ لا ما تقصدش، بتضحك معايا، بتهزر، خطيبتك بقى وبتتدلع. يا مامي ليه بتقرصيني؟ الله، على فكرة سهلة قوي 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 تجيب فاتورة مضروبة. لا ده كده كتير. بقول لك ايه، انت زودتيها قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فارس 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 اهدأ يا رجل،
حد يكلم خطيبته كده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه، ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك؟ امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم، انت رامي ودنك معانا ليه؟ لا، هذه ودني وانا حر فيها، ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي، محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي، انا لما ارميها في اي مكان، انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي، انت ليه بتلمع اوكر؟ لا، انا لا ألمع اوكر، هل انا جزمجي؟ مش قصدي، انت بتصنط علينا ليه؟ لا لا سيدي، هذه اكاذيب، انا لا اتصنط في الخلاء، انا اتصنط في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني، اعطيني ودني اذا عايز ودنك. ثانيه واحده، خد ودنك. ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا لا لست كويسا، قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي، قلبي سهران يناديكي. هذه ليست بشر، هذه ملائكة. يا بيهرج يا مامي، يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا، الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت الاسبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ عرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج. ما تجيب لناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص، انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي، انا لم يكن لي طفوله، انا ولدت كبيرا. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسيه اثناء الشباب. ما هذا؟ انا لم اطلب دكتورا نفسانيا، انا بطني تتمزق، من الواضح اني سممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعب يا فندم. ايد حضرتك. ها، ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيرا؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتورا، أنت فنطاس مية. ما اسمح لك شيء. خزان مية. ما اسمح لك شيء. كل من؟ ما تخلينيش أصرف وشك. سيدي أنت تسرب من بدري. بقولك إيه، أنا عينيا ما راحتش في كلية الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا أنت شكلك غريب يالا، تركتك كده غريبة، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني. انت مش صيني ياض. انتم قتلتموني في هذا الفندق وسأبلغ عنكم البوليس. انا ما عملتلكش حاجة. انت لست دكتورا، انت ساعي بريد. يا عدوان. بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة. قصة الشنطة دي شغل جامد يا عم، لو الناس ما شافتها هتقول لي كنت لابسها لمين قبل كده. حرام عليك بقى، ما تظلمهاش، البنت ربنا هداها ومها معقلاها. هو المأذون فين يا جماعه؟ فارس نسمع امر ان هو يستحمى بالكلور قبل كده. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ كلور ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جايه جايه جايه. اللهم صل على النبي. اوبا، ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ مبروك يا عرسان، يا احلى عرسان. حبيبتي 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 حبيبتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون، بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص هفهمك حاجه، شايف؟ فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقطه بياكلها زي الفرين. وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض، والمأذون هيحط ايده، ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا، بسم الله ما شاء الله عقله قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره، في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب، انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ انا شاهد اول عيب؟ مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول، الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم، اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم، اتفضلي حضرتك.
برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو، برافو الاثنين متطابقين. برافو يا فازل بجد، ما الجوازه دي هتتم يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك اهو. اه بصي بصي بصي. برافو برافو. بنور ووريك ومديها مديها. برافو عليك. سو براود. ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا، واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم، مبروك. انا جات لي اخبارية ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم، انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. انت بتعمل له بدكير ومناكير يا فندم؟ يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ في الدقهليه. ايه غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه مستر غلاب. يا فندم تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمان. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا، انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني، ربنا يتم بخير يا مستر فارس. حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. استقلت سعيد يا صاحبي. يلا بقى ما اشوفش خليتك تاني. ربنا يتم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه؟ حضرتك ما سالتنيش. شوف يا ابني، انت حتى لو تعرف حاجه انا مش عايز اعرفها منك. انا ما اعرفش بس اسالني بقى. هأيدها ضد مجهول، مالكش دعوه. طيب يا جماعه انا اسف جدا ان انا عطلتكم، انجوي اللي بتعملوه وويلكم تو غردقه. ثانك يو. بعد اذن حضرتك. ايه مستر فارس؟ انا نسمة. نسمة يا فندم دي خطيبتي. على فكره هي موسوسه شويه، شاكه ان انت ظابط اصلا. يا فندم انا متاكد هي اللي شاكه. انا مش شاكه على فكره، انا بنده لحضرتك عشان اسال حضرتك اسمك ايه، عشان وانا بكلمك اعرف انا بوجه كلامي لمين. حسن الضابط. حسن زي الشاطر حسن. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمه كفايه اسكتي، حد الليله بقى ما يصحش اللي بتعمليه ده. هي ما بتكلميني كده ليه قدام الضابط يا ماما؟ كفايه. I'm not gonna shut up. I saw I saw what happened. She literally killed the man. ما بس بقى يا ستات، خلينا نقعد نفهم بقى هي بتقول ايه. شكرا كابتني على طول مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه. يا فندم قولي. عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميكي. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مامي. قولي كل اللي عندك. اوكي دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا قانون يحميكي، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمه. هو ده مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا. لا مش ده، فارس. اتفضلي. الشاي. ايه ده ايه ده؟ شكله مشروب منه كده ومدلدق من كل حته، شيله لو سمحت. مش عاجبك ما تشربيهوش، والزبون على باطل، حلو كده؟ ايه اللي حلو كده؟ ايه ده ايه ده؟ استنى انا بكلمك. هو مانا بيكلمني كده ليه؟ عشان سجنتي المدير بتاعهم. مالي هو اللي سجن نفسه؟ في حد في الدنيا يبلغ البوليس عن خطيبه؟ الحمد لله. الحمد لله اني اكتشفته قبل ما اتجوزه. ربنا ينتقم منك. فارس خد 4 ايام ازمه التحقيق. طب ما هو ده اللي عايزي على فكره. انت معجونه من ميه ايه؟ انت عارفه ان وسواس الجه هتضيع مستقبله؟ قريب قوي هتشكريني عشان انا رحمتكم. قريب قوي براءته هتبان. على فكره فارس عمره ما يكون قتل. لا يمكن. في جريمه قتل؟ مفيش جريمه قتل اصلا. انت جننتيني. يا مالها محموقه كده ليه؟ ايه الشخصيه الغريبه دي؟ عرفت من المحامي انها بتحبه يا خايبه. اصلا كنت شاكه فيها من الاول. شيخه انت شاكه في كل حاجه اصلا. ايه يا مامي في ايه؟ انت كمان مالك محموقه كده ليه؟ مش فاهمه ماما، ده ايه مني ليه؟ انا اصلا ما عملتش حاجه.
نعم نعم، اسمها افندم حضرتك. افندم حضرتك بتعمل تشيك اوت لما اخلص اللي في ايدي. افندم حضرتك ايه الطريقه دي دلوقتي؟ حاضر. طبعا انت عملتي عمتك وهربانه. حسبي الله حسبي الله. وانت بتحاسبن عليا ولا ايه؟ لا يا فندم، انا بحاسب على واحد صاحبي اسمه فخري. اصل فخري ده ظالم ومفتري وبيرمي بلاء على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك يا فخري. فيك انت وفخري ان شاء الله. بجد يا فندم كانت اقامه سعيده ونورتينا، واحنا يعني بنعيط ان حضرتك ماشيه والله. اتفضلي يا فندم حضرتك، ادي حساب الاوضه اللي بندفعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا مامي؟ انا بابخي توسي شوز. لا ايه ده ايه؟ سوري انت مش فاكره خالص. انت قول انجلش قول ذا تايم. الحاجات دي كومبليمون، المفروض تبقى على حساب مستر فارس، احنا ما خدناهاش. سي باب غي، مستر فارس حضرتك سجنتيه، يعني انت اللي تدفعي. مش انا اللي سجنته على فكره، الظابط اللي سجنه. وبعدين هنا في 8 مانجا، انا مش بشرب مانجا. انت هتدفعي المانجا؟ انا هتدفعي المانجا. لا مش هدفع المانجا، لان انت كنت واقف لما طلبت المانجا واسمه ايه ده كان بيشرب منها ورجعناها وخدنا كام. بصي بقى تبطلي شك وتدفعي بقى كام، والله العظيم هحبسك. انا عامل احترام للهانم. يا بقى كفايه بقى، انت ايه مش بتهدي؟ خد يا ابني كل الحساب الكريدت كارد اهو. شيل المانجا من الحساب وما تدفعش حاجه. ماما لما تتكلم الصغيرين يسكتوا. كفايه بوظت لنا الاجازه، عايزه ايه تاني؟ ايه ده؟ ترد ولا ايه؟ لا النيابه افرجت عني، قالوا ان بلاغ كايد. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. على فكره مش انا اللي سجنتك، الظابط هو اللي سجنك. لان هو لما سالني ايه اللي حصل كان لازم ارد بكل صراحه واقول ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا اختي. اهم حاجه الصراحه يا مستر فارس، وبعد اذنك طبعا انا عايز اقول الصراحه. الورقه اللي حضرتك مسكتيها بعديه انا كنت طبعا ماسكها بايدي، وللصراحه انا ما غسلتش ايدي، كنت واكل كسير ورنجه. القرف ده. ايه ده ادهم، انت اديتها الورقه اللي كانت معايا في الحمام؟ الحمام؟ ايه ده مستر فارس، ده في براغيز من الحجز باين. لا ده لا 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 كده سيبوا كله. يلا يا ماما الكريدت كارد. طبعا يا فندم بقى. يا فندم اتفضلي يا فندم. سوري يا ماما واكل بصل. نورتونا. سيبك انت متبهدل مش متبهدل، الشيك شيك طبعا.